أنا كنت قبل 2014 كنت إنسانة يعني هادئة نوعا من أن أشعر بالخجل. حبيتها لأن مهنة إنسانية، كنت أحب أساعد الناس، يعني حبيت مهنة الطب لأن نتيجتها إنه تشفي جراح الناس. نزور الناجيات دائما بالمخيمات حتى نعطيهم دعم نفسي واجتماعي أكثر. يعني أشيل حاجز القلق والخوف وكل الحواجز بيناتنا كان بسبب إنه أنا يزيدية، يعني صار ثقة بيني وبين الناجيات أكثر. خدي نفسك وقع حبالك كوز خوشكا وإما كوتا مهما كيفا ما تاتي وقع خوشكا وعلاج دانا ما البخوة علاج الهين دانا ما بيئدي شمارة تفسيرك تشتجي هذا. صح يعني أنه أنا متألمة من الموضوع، لكن ينطيني قوة وإصرار أكثر على العمل حتى أساعد، يعني مو بس مستقبلاً الناجيات اليزيديات، لأن أي مرأة تحتاج بالعالم أكون سند إلها أنه أقدر أرجع فعلاً أنه الروح جسد أي إنسان. حقيقة يعني هذول الناجيات أعتبرهم جديات بطلات.